مساء الخير واهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من يوميه مع لا ليبانيز دي جو. ما في شيء مستحيل ودائما في عنا ربح، والجوائز دائما متنوعه من الالوف للملايين للمليارات. ويا ترى من نصيب مين كانوا المليار و645 مليون ليره من اللوتو اللبناني؟ خلونا نشوف سوا بهيدا الروبورتاج. فيليب السمراني من جيش قضاء جبيل متزوج وعنده ولد، فاز بسحب اللوتو رقم 1705 بأكثر من مليار و645 مليون ليرة. أرقام اللوتو هودي إلي من أول ما بلش اللوتو بخدهم، كل سحب هني زيتهم، وهلأ ربحنا الجائزة. هودي الأرقام أنا أعطيهم الشاب صاحبي وهو بتكس لي إياهم على طول. نهار التنين عشية بالليل الساعة 9 بدق الباب، بيفوت بيجيب لي معه بقلاوة وجاتو، بيسلموا علي وبيبسوني بيقولوا لي مبروك. عشو المبروك؟ قال ربحت اللوتو. بالأول ما صدقنا الخبرية على أساس أول نيسان، يعني انبسطنا كتير بالخبرية. والمصريات قد ما يكونوا كتار بدل لهم طريق. ميرسي لللوتو، ألف مبروك لإلك فيليب. يعني عن جد شيء ما بيتصدق أنه ساقة بتنهار أول لسان، ولكن مثل ما سبق وقلت ما في كذب مع لاليبانيز دي جو، لا باللوتو ولا باليومية. وإذا مش التنين الخميس، وإذا مش التنين والخميس، فيكن تجربوا حظكن كل يوم من التنين للجمعة مع اليومية، وكيف ما برمتوها إلا ما تزبط معكن. بداية خلونا نرحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية أستاذ محمد الحاج شحادي. مساء الخير محمد. مصمور. كيفك؟ ماشي الحال. ننتقل أنا وياكن مباشرة للسحب الأول يومية 3. شو معقول يكونوا أول ثلاث طابات لسحب الليلة الأربعة؟ نبدأ مع الطابة الأولى. خمسة. الطابة الثانية واحد. أما الطابة الثالثة سبعة. 517 هيدا الرقم الرابح لشبكة اليومية 3 لليلة. مشاهدينا إذا تكستوا هودي الأرقام مثل ما هن، خمسة بيرجع واحد بيرجع سبعة، المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب400 مرة لتعرفوا قد بتربحوا مصاري. وإذا تكستوا أرقامكم حيالله، المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب70 مرة. هلأ إلى اليومية 4. عن جديد الطابات رح ينخلطوا ورح نشوف أربع طابات. إن شاء الله كتار منكم يكونوا متكسينون. البداية مع الرقم 3. صفر. 3 صفر. 3 عن جديد. وآخر رقم لشبكة اليومية 4 لليلة بيحمل الرقم، عفواً طابة تحمل الرقم 2. 30 32 الأرقام الرابحة لشبكة اليومية 4. إذا تكستوا هول الأرقام مشاهدينا ألف مبروك لإلكن. لا تعرفوا قد بتربحوا مصاري بالدور، المبلغ المدفوع اضربوه ب4000 مرة، وحي الله المبلغ المدفوع ضرب 150 مرة. من اليومية 4 بننتقل أنا وياكم لآخر سحب يومية 5. 30 32 شو معقول يكونوا طابات اليومية 5؟ سبعة الطابة الأولى. ثاني طابة واحد. سبعة واحد. ستة الطابة الثالثة. تسعة الطابة الرابعة. الطابة الخامسة والأخيرة رقم 3. 7 1 6 9 3.
مشاهدينا إذا تكستوا هودي الأرقام بهيدا الترتيب يعني تكستوهم بالدور، المبلغ المدفوع بتضربوه بأربعين ألف مرة، وإذا تكستوا أرقامكم حيالله ملخبطين مش بنفس الترتيب، المبلغ المدفوع ضربوه بثلاثمية وخمس خمسين مرة. ننتقل أنا وياكم هلأ لعند أستاذ محمد لحتى نرجع نشوف الأرقام الرابحة مرة جديدة. تفضل. الأرقام الرابحة يومية 3 5 1 7 يومية 4 3 0 3 2 ويومية 5 7 1 6 9 و 3. شكرا لك محمد. مشاهدينا ألف مبروك لكل الأشخاص اللي ربحوا معنا الليلة. لاقونا بكرة بسحب جديد. باي باي. وظف ابن كمال، ما جربت امنعه، بس هالشاب هيئته متهور اكثر من اهله، حالة بيوظف.